كما أعرب شكري خلال المؤتمر الصحفي نفسه عن أمله في أن تشهد العلاقات المصرية السودانية القدرة الكافية من المراعاة لتطلع شعبي البلدين ومصالحهما. دائما الأمل أن تشهد العلاقات المصرية السودانية القدر الكافي من المراعاة لتطلع الشعبين أن تكون هذه العلاقة مؤدية لتحقيق مصلحة الشعبين وفقا للاتفاقات السابقة وفقا لما تم تحديده. بالتأكيد أنه هذا يتطلب جهد ويتطلب انتهاج سياسات تكون داعمة لهذه التوجه، ومن قبل مصر فهذا دائما هو تطلعها.